أظهرت مدبرة أمريكية على بعد نحو 12 ميلا بحريا من جزيرة صينية إلى بحر الصين الجنوبي يوم الثلاثاء، حيث أعربت وزارة الخارجية الصينية عن استياء الصين القوي ومعارضتها الحازمة لتلك الخطوة الأمريكية للقرب من حيل جوبي، وهي جزء من جزر نانشا الصينية في بحر الصين الجنوبي. دخلت المدمرة الأمريكية USS لاسن مناطق المياه بالقرب من حي تشوباي بدون الحصول على إذن من الحكومة الصينية صباح الثلاثاء. تحدد هذه العملية التي قامت بها الولايات المتحدة سيادة الصين والمصالح الأمنية، وتعرض السلام العاملين والمرافق في حيث لحظر، وتضر بالسلام واستقرار إقليميين. كما أكد المتحدث أن سيادة الصين على جزر نانشا والمياه المتاخمة لها قائلا إن بكين مستعدة للرد على أي استفزاز متعمد من قبل أي دولة، وأضاف له أن الصين تحترم حرية الدول الأخرى للملاحة وفقا للقانون الدولي، لكنها مع ذلك تعارض بحزم أي عمليات تضر بسيادة الصين والأمن باسم الحرية. وفي وقت مبكر من يوم الثلاثاء علق وزير الخارجية الصيني وان يي على سؤال حول مقصد البحرية الأمريكية، حيث حذر الولايات المتحدة من إثارة المتاعب من لا شيء، قائلا إن على واشنطن التفكير بإمعان قبل انتهاك سيادة الصين.